يسأل عن جماعة التبليغ والدعوة. جماعة التبليغ من الجماعات التي كغيرها من الجماعات، يعني معنى أن الإنسان إذا صحب قوما فرأى عليهم أخطاء ينبههم، والصواب يوافقهم عليه. فكثير منهم من أهل الدعوة ومن أهل الخير، وربما يقع منهم كغيرهم أخطاء، فمن صاحبهم وأعانهم على الخير ونشر العلم فلا بأس من ذلك. هذه طريقة أهل العلم في هذه البلاد وغيرها، هو الإرشاد إلى نصيحتهم، تناصحهم ويناصحونك إذا رأيتم عليها، ما دامت الأخطاء في حدود أمور يسيرة. أما إذا كان هناك بدع وأمور لا تحتمل فعلى الإنسان يحذر، ومن رأى شيئا فإنه يبينه ولا يسكت، وإذا قبلوا دل هذا على أنهم يريدون خير، فإن لم يقبلوا في هذه الحال فإنك لا تصاحب من يكون على بدعة وأصر عليها وربما يؤثر عليك. وهذه هي طريقة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في مثل هذه المسائل، ومثل ما يكون من الجماعات ممن يدعو إلى الله عز وجل فيصاحبهم وينصحهم إذا لاحظ عن خطأ، ويبتعد في نشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل. هذا هو الواجب، ليس المقصود مجرد الانتقال بلا عمل ولا دعوة.